النهاردة هنتكلم على الـ differences between الـ lymph node and الـ spleen under light microscope، وده سؤال شهير جدا في الامتحانات. طيب في جدول جميل اهو عشان يوضح الفرق بين الـ lymph node والـ spleen. طيب ايه نقط الفروقات ما بين الـ lymph node والـ spleen؟ اول حاجة بالنسبة للنمبر والسايز، هنلاقي الـ lymph node دول multiple وسمول وبين شيب، دي يعني عامله زي حبايه اللوبيا او الفاصوليا، بريزنت ان جروب اور سنجل، ممكن نلاقيهم في مجموعات او سنجل واحده لوحدها، ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي along ذا كورس اوف lymphatic فيزلز. ادى الليمفاتيك فيزلز اهو، خلاص على طول جسم الانسان الاقي عليها عقد ليمفاويه، هي دي الليمف نود، موجوده سنجل او في جروبس، يمكن الاقي واحده لوحدها او مجموعات. طب بالنسبه للسبلين، ده سنجل اورجان وبيبقى لارج قد قبضة الإيد، وبريزنت إنز أبدومن في الليفت إيه هايبوكوندريان. طيب بالنسبة للكبسول، الكبسول بتاعت الليمف نود بتبقى فيري سين كبسول، أهو حتى في السلايد الحقيقة فيري سين كبسول، وبتبقى كفرد بإيه بكونكتيف تيشو، خلاص يعني فايبروبلاست وإيه وكولاجين فايبر. طيب نو بروتونيوم، مفيش بروتونيوم بيحوط الليمف نود، تمام. نو سموث ماسل فايبر، مفيش فيها سموث ماسل فايبر ولا الاستيك فايبر، لكن بتتميز بايه؟ بوجود نيوميرس نمبر اوف افرنت ليمفاتيك، جاي لها اوعيه ليمفاويه وارده وبتعمل بيرسنج الكبسول، بتعمل يعني بتخرم الكبسول كده وتخش عشان الليمف يتفلتر جوه الليمف نود. طيب عند الهايلم بتاعه الليمف نود بنلاقي فيه هنا افرنت ليمفاتيك وفي ايه اوعيه دمويه بلاد فيسلز، يبقى الكبسول هنا بيرست بايه افرنت ليمفاتيك في الاوتر بارت بتاعه الكبسول، والانر بارت اللي هو عند الهايلم ده بيبقى فيه الافرنت ليمفاتيك. طيب نيجي هنا للكبسول، الكبسول بتاعه السبلين بتبقى فيري سيك، ها ان ريليشن تو ذا ليمف نود، وبتبقى كفرد ويز بروتونيوم، خلاص وبتبقى فيها سموث ماسل والاستيك فايبرز كمان، لكن ما فيش فيها افرنت ليمفاتيك، خلاص. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق السموث ماسل فايبرز موجوده في الكبسول وكمان بتبقى موجوده في الترابيكول والاستيك فايبر؟ لان السبلين لما بيحصل فيه نزيف او واحد داخل العمليات بيكون مخزن اصلا نص لتر دم، فبيحصل فيه انقباض فيه ويحاول يعوض الدم اللي نزف ده اثناء العمليه، فبيسبلاي البودي بنص لتر من الدم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خالق فيها ايه سموث ماسل فايبر في الكبسول والترابيكولي والاستيك فايبر، بحيث ان هو ينقبض وينبسط، بتساعده الالاستيك فايبر والسموث ماسل فايبر في ان هو يرجع لحجمه الطبيعي لما يحصل ريلاكسيشن. يبقى ده الفرق بين الكبسول بتاع السبلين والليمف نود، وهنا سيك وكفرد بروتونيوم، في سموث ماسل فايبر، في الاستيك فايبر، لكن ما فيش فيه افرنت ليمفاتيك. نيجي عند الهايلم هنا اهو، الهايلم ده بيبقى فيه الانترنس اوف بلاد ثرو الارتري، وفي الاكزيت بتاعه الفين، وبيبقى فيه اكزيت للايه للليمفاتيك، هو عنده افرنت ليمفاتيك السبلين لكن ما عندوش افرنت، تمام. طيب بالنسبه بقى للترابيكولي، الترابيكولي بتبقى الرايز في من الكبسول في الليمف نود، وبتبقى ريجولار وبريزنت في الكورتكس، خلاص، لكن بتبقى الريجولار في الايه في المدله، خلاص، وبتبقى ديفايد ذا مدله انتو ايه الريجولار كومبارتمنت، لكن في الكورتكس اهو شوف هنا الترابيكولي بتبقى شورت وبتبقى ريجولار وديسند من الكبسول وديفايد ذا كورتكس، دي الكورتكس القشره الخارجيه دي بنسميها الكورتكس، ديفايد ذا كورتكس انتو ريجولار كومبارتمنت، يعني اوض متساويه ومنتظمه بسميها ريجولار كومبارتمنت. في المدله بقى بيبقى في الريجولار ترابيكولي، بتقسم المدله للريجولار سبيسز، بيبقى موجود فيها المدلري كورت. طيب تعالوا نشوف هنا الترابيكولي، الترابيكولي في السبلين دي بتبقى الرايز فروم ذا هايلم، ده فرق جوهري، يبقى هنا الرايز فروم ذا كبسول، لكن هنا في السبلين الرايز فروم ذا هايلم. طيب ادي اهي بتبقى طالعه من الهايلم، وبتقسم السبلين انتو انكمبليت كومبارتمنت، زي الريسبشن اللي فاتح على بعضه كده، اللي فيه صالون وسفره وانتري، كله فاتح على بعضه، وبرده هنا بقى بص في حواجز بسيطه كده اللي هي الترابيكولي، لكن كل اللوبيولز فاتحه على بعضها. طيب
يبقى ترابيكولي هنا شورت، والترابيكولي بيبقى لها ذا سيم ستراكشر لايك الكبسول، يعني عباره عن كولاجين فايبر وفايبروبلاست وفيها سموث ماسل وفيها الاستيك فايبر وفيها بلاد فيسلز، مهمه جدا يبقى فيها بلاد فيسلز برضو. طيب بالنسبه للبارينكايما، البارينكايما في الليمف نود بتبقى ديفايدد انتو كورتكس اند ميدلا، تمام. لكن هنا بالنسبه للبارينكايما ديفايدد انتو وايت بالب وريد بالب، الليمفوليكل بسميها الوايت بالب، السراوندينج بلاد سيلز والبلاد ساينوسويد بسميهم الريد بالب. يبقى البارينكايما هنا عباره عن ايه؟ وايت بالب وريد بالب، هنا كورتكس وايه ومضلة، ده بالنسبه للبارينكايما. طب بالنسبه للليمفوليكل، الليمفوليكل سواء برايمري او سكندري في الليمف نود بتبقى لوكيتد في الكورتكس اونلي، وده سؤال مهم في الام سي كيو، يقول لك فين موقع الليمفوليكل في الليمف نود، هتختار ان هي موجوده في الكورتكس اونلي، اهي مترتبه بنظام سبحان الله خلاص. وطبعا الليمفوليكل سواء برايمري او سكندري ما نو سنترال ارتري، ما فيش فيها سنترال ارتري، تمام. في المدله طبعا بيبقى فيه ميدلري كورت. طب نيجي للسبلين، الليمفوليكل في السبلين بسميها الوايت بالب سواء كانت برايمري او سكندري، زي ما احنا شايفين بتتميز بوجود اهو سنترال ارتري، بيبقى فيها شريان بسميه السنترال ارتري. لو جينا في السلايد دي هنلاقي كلهم فيهم سنترال ارتري، اللي هي ايه الدايره الحمراء اللي على جنب دي بسميها ايه السنترال ارتري. طب ايه الفروقات التانيه؟ هنا المدله بيبقى فيها ميدلري كورت، لكن هنا ان بتوين الليمفوليكل بيبقى فيه ايه الريد بالب، اللي هو بيبقى عبارة عن all blood cells اللي بنسميها البيلروس كورد، وبيبقى فيه blood sinusoid. لكن طيب بالنسبة للسيلز، ايه السيلز اللي موجودة في الليمف نود وفي الليمفوليكل او في الميدلري كورد؟ الليمفوليكل في الليمف نود بتبقى عبارة عن aggregation of B and T lymphocyte، وبيبقى فيها ماكروفاج وبيبقى فيه dendritic cells. في المدلة بقى في المدلة ريكورد بيبقى فيها all cells اللي هي التي والبي لمفوسايت والماكروفاج والدندريتك سيلز والبلازما بلاست والبلازما سيلز، دول بيبقوا موجودين اكتر في المدلة. بالنسبة للتي سيل، بالنسبة للتي سيل اكتر مكان موجودة فيه في السايموس ديبندنت زون في البارا كورتكس او في الكورتيكو مدلري جونكشن، في الحتة ده دي اكتر مكان فيه التي لمفوسايت، ده اكتر مكان فيه التي لينفوسايت وبنسميها السايموس ديبندنت زون. طب بالنسبه للسيلز اللي موجوده في السبلين بيبقى فيها برضو الليمفوسايت وفي ماكروفاج في دندريتك سيلز في موجودين في الليمف فوليكل. طيب بالنسبه للبيلروس كورد انا بيبقى فيه اول سيلز اول بلاد سيلز وزائد البلازما سيل والبلازما ايه بلاست، دول موجودين، واول سيلز بتاعت اليوكوسايتس دول موجودين في البيلروس كورد اللي موجوده في الريد بالب هنا خلاص. طيب فين السايموس ديبندنت زون بقى او المكان اللي بيتجمع فيه التي لينفوسايت في السبلين؟ في البيري ارتريولر شيس، بيبقى حوالين السنترال ارتري. طيب بالنسبه للساينسز، الليمف نود دي بتفلتر الليمف وبيبقى جاي لها افرنت الليمفاتيك بيصبوا في ليمف ساينس موجودة في الكورتكس وموجودة في المدلة وبيتجمعوا ويخرجوا من الافرنت ليمفاتيك، يبقى الليمف نود الليمف اولها ليمف اهي، يبقى فيها ليمف ساينس. بالنسبة للسبلين لونه احمر اهو، فده قلنا بيبقى فيه بلاد ساينوسويد لان وظيفته ان هو بيفلتر الدم وبيخزن الدم. يبقى هنا بالنسبة للساينسز هنا في ليمف ساينسز، لكن هنا في ايه بلاد ساينوسويد فيها بلاد، تمام. لكن هنا طبعا ليمف ساينسز وبتحتوي على ليمف. طب بالنسبه للفانكشن، الوظيفه بتاعه الليمف نود، الوظيفه بتاعه الليمف نود نحفظها، مادام فيها بي ليمفوسايت يبقى هي مسؤوله عن الهيومرال اميونيتي، ومادام فيها تي ليمفوسايت هتبقى مسؤوله عن السيل ميديتد اميونيتي، بالاضافه الى ان الليمف نود بيبقى فيها جاي لها افرنت ليمفاتيك وفيها ليمف ساينس وبيخرجوا، فهي مسؤوله عن فلتره الليمف زي الفلتر بتاع الميه اللي في البيوت، بيخش له ميه من الحنفيه بعد كده بيتفلتر ويطلع ايه الميه النقيه من حنفيه تانيه، نفس الكلام فهو مسؤول عن الفلتريشن اوف ليمف. طبعا لما بيتعرض الليمف فوليكل دي او البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت لانتيجين بيحصل فيه ايه
بتبتدي تنقسم الليمفوسايت وبتدينا ايه ميموري سيل، وبتدينا ايه بلازما سيل وبلازما بلاست وانتي بودي، فهي برضو بتدينا ايه بي ليمفوسايت، بيحصل فيها انكريز نمبر اوف بي ليمفوسايت لما بتتعرض للايه للانتيجين. نيجي للفانكشن اوف ذا سبلين، دي مسؤوله عن الهيومرال اميونيتي والسيل ميديتد اميونيتيز، لان فيها برضو بي ليمفوسايت وفي تي ليمفوسايت اللي احنا قلنا عليها في السايمس ديبندنت زون في البيري ارتريولر شيس، فهي برضو مسؤوله عن الهيومرال والسيل ميديتد اميونيتي. هنا كانت الليمف نود مسؤوله عن الفلتريشن اوف ليمف، هنا كانت مسؤوله عن الفلتريشن اوف بلاد، الدم ذات نفسه بتفلتر الدم من اي ميكروبات او اي فيروس او اي كانسر سيلز، اي حاجه موجوده في البلاد ايه بتبتدي تشيلها باي ماكروفاج، بنسميها ايه ليتورال سيلز، العالم اللي وصفها اسمه ليتورال. طيب لو في اولد ار بي سيز بيحصل لها ديستراكشن باي الماكروفاج او الليتورال سيلز دي، يبقى هي مسؤوله عن الريموفال اوف اولد ار بي سيز والديستراكشن للاولد ار بي سيز. طبعا زي ما قلنا هي بتعمل ستورج للبلاد، وحوالي نص لتر دم بيتخزن في السبلين عند الحاجة، واحد في حادثة واحد بيعمل عملية يبتدي سبحان الله يكون عنده خزين نص لتر كده ايه يمشي. طبعا هي مسؤولة برضو لما بتعرض للانتيجين بيحصل فيه بروليفريشن ويدينا ميموري سيلز، البي ليمفوسايت بتتكاثر، فهنا برضو هي سورس اوف برودكشن اوف بي ليمفوسايت، بالاضافة ان السبلين ده في الفيتال لايف كان مصدر لتكوين البلاد سيلز، لكن في الادلت هو بيقوم بالهيومرال والسيل ميديتد اميونيتي فلتريشن اوف بلاد ريموفال للاولد ار بي سيز، لكن بقول في الانفنت او في الامبريو ده بيبقى مصدر من مصادر تكوين البلاد. تعالوا نشوف كده بقى السلايد كده خلصنا، احنا بس هنثبت المعلومات. ادي الليمف نود حجمها صغير، بيبقى لها كبسول سين كبسول، الليمفوكل بس موجوده في الكورتكس، المظله فيها ميدلاري كورد بتبقى سيباريتد بايه بترابيكولي، وبرده بيبقى فيها ميدلاري ساينسس ليمف ساينس. هنا الهايلم ده مكان الخروج الافرنت ليمفاتيك، وهنا بيبقى فيه افرنت ليمفاتيك. تمام، ادي الافرنت ليمفاتيك اهو، وادي الافرنت ليمفاتيك في الصوره دي، وهذا الليمفوليكل هنا في الكورتكس، والمظلة فيها ميدلاري كورد. بالنسبة للسبلين ده لارج اورجان زي ما احنا شايفين، هنا الهايلم في البلاد فيسلز والافرنت ليمفاتيك، طالع من الهايلم في الترابيكولي، بتقسم السبلين انتو ايه انكمبليت لوبيوليشن كله متصل ببعضه، الكبسول بيبقى سيك وكفرت بروتونيان في سموث ماسل والاستيك فايبر. هنا الترابيكولي اهي بتبقى شورت وارجولار وبتحتوي على بلاد فيسلز اهو، وفيها سموس ماسل والاستيك فايبر وفيري سيك ترابيكولي ان كومباريزون بالايه بالليمف نود بتبقى فيري سين ترابيكولي. طيب بالنسبه للليمفوليكل دي بتبقى سكاترد اهي متنطوره كده ملهاش ترتيب معين، وطبعا دي لها بيل جيرمينال سنتر تبقى سكندري فوليكل. اهم حاجه بصوا هنا في السنترال ارتري اهو، ادا السنترال ارتري اهو، السنترال ارتري اهو. الليمفوليكل هنا بنسميها الوايت بالب، ان بتوين الوايت بالب ده بيبقى فيه اول بلاد سيلز اللي احنا بنسميهم البولوريس كورد، فيها اول بلاد سيلز زائد البلازما سيلز زائد الماكروفاج وبيبقى فيه برضو بلاد ساينوسويد. يبقى كده عرفنا نفرق بين الليمف نود في السلايد والسبلين في الايه في السلايد. هنا بس شايفين بقى الليمف سيلز الافرنت ليمفاتيك اهي بتروح للليمف نود وبتعمل درينج للليمف نود عشان يحصل ايه فلتريشن للليمف. شايفين شايفين السيركوليشن ليمفاتيك سيركوليشن، وادي الليمف فيسلز ماشيه بتوصل الليمف عشان يتنقى جوه الايه الليمف نود، وزي ما انتم شايفين الليمف نود نيوميرس نمبر اهو، وادي الايه الليمفوليكل بس موجوده في الايه في الكورتكس. وهنا بس عشان ااكد لكم ان في افرنت ليمفاتيك كتير بيخرج من الافرنت ليمفاتيك بعد ما يتنقى الليمف في الليمف نود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا استفدتم وربنا يوفقكم جميعا. لو في سؤال اكتبوا لي تحت الفيديو إن شاء الله.